ما هو المطلوب منا الآن هو أن نرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. إذن جميع الكميات التي لدينا هي عبارات القيمة المطلقة. وللتذكير فقط، فإن القيمة المطلقة تعني المسافة التي يبعدها عددا ما عن الصفر، أو بطريقة أخرى إذا كان لدينا عدد سالب داخل إشارة القيمة المطلقة فيصبح موجب، وإذا كان موجبا فيبقى موجب. إذن لنفكر في هذه الأعداد. العدد الأول هو القيمة المطلقة 5. كم تبعد الخمسة عن الصفر؟ إذن بعد الخمسة عن الصفر هذا يساوي 5. إذن لو قمنا برسم خط الأعداد سنرى بأن القيمة المطلقة لخمسة هي 5، لأن 5 تبعد عن الصفر 5 خطوات. الآن لدينا القيمة المطلقة 5 تساوي 5، والقيمة الثانية لدينا هي القيمة المطلقة 9 ناقص 7. إذن لدينا القيمة المطلقة 9 ناقص 7، وهذا يعادل القيمة المطلقة لإثنان، حيث أن 9 ناقص 7 يساوي 2، وهذا أيضا يعادل مقدار ما تبعد الإثنان عن الصفر وهو 2. إذن لدينا هنا كان لدينا عدد موجب داخل القيمة المطلقة، فبقي العدد نفسه موجب. ثم لدينا القيمة المطلقة لخمسة ناقص 15. إذن لدينا القيمة المطلقة لخمسة ناقص 15، وهنا 5 ناقص 15 يساوي سالب 10. إذن القيمة المطلقة لسالب 10. والآن هناك طريقتين للتفكير في ذلك. إذا كان لدينا عدد سالب داخل قيمة مطلقة فسيتحول إلى نفس العدد لكن موجب، إذا يتحول إلى 10. وطريقة أخرى نفكر بها، إذا كان لدينا ناقص 10 فستكون المسافة ما بين ناقص 10 والصفر هي 10، لأن 10 عبارة عن 10 خطوات على يسار الصفر. ثم لدينا الآن القيمة المطلقة للصفر. إذن القيمة المطلقة للصفر، وبغض النظر عن خط الأعداد فالصفر هو مجرد صفر، إذن القيمة المطلقة للصفر هي صفر. وأخيرا لدينا القيمة المطلقة لناقص 3. إذن لدينا القيمة المطلقة لناقص 3، أي أن 3 على يسار الصفر، ويمكن التفكير بها عن طريق التخلص من الإشارة السالبة فيكون لدينا 3. الآن وقد قمنا بوضع الأعداد على صورة الأعداد الصحيحة، يجب أن نرتبها من الأصغر إلى الأكبر. القيمة الأصغر ما بين جميع الأعداد هذه هي الصفر. إذن لدينا أولا القيمة المطلقة صفر، ومن ثم نرى بأن العدد التالي لدينا هو 2، ولكن الصورة الأصلية لهذا العدد هي القيمة المطلقة ل9 ناقص 7. إذن نكتب القيمة المطلقة 9 ناقص 7. وما هو العدد التالي لدينا هنا؟ إنه 3، وإذن نضع القيمة المطلقة بالصورة الأصلية وهي القيمة المطلقة لناقص 3. ومن ثم نرى أن لدينا 5 هنا، حيث كانت القيمة المطلقة لخمسة. وأخيرا لدينا 10، حيث كانت العبارة الأصلية هي عبارة عن القيمة المطلقة لخمسة ناقص 15. وهكذا أنجزنا الحل.